عندنا خبر لابن الجزائر البروفيسور نور الدين مليكشي حقق رقم قياسي في مجال العلمي. هنا نحن لسنا من قال هذا ولا من نسب إليه هذا، بل هي الكلية الأمريكية التي يعمل بها حاليا، وهي كلية كينيدي للعلوم، كينيدي كوليدج أوف ساينسز، التي نشرت الرقم القياسي الجديد لابن الجزائر. طبعا كان عنده 10,000 اقتباس علمي، الآن بالضبط 10,017 إنجاز طبعا لهذا العالم ابن الجزائر، وفيه تهاني من هذه المؤسسة العلمية الأمريكية المرموقة، وهي تهنئ ابن الجزائر. طبعا مجهودات كبيرة في مجالات عديدة، هو يشتغل في الفيزياء، اشتغل حتى في نشاطات مع وكالة نازا والأمريكية، وأيضا في مجالات في بحوث تتعلق حتى بالطب وطب الأسنان، وأيضا التكنولوجيا الحيوية ومبادرات، ومن أطر أخرى في مجال البحث العلمي، حتى في الهندسة المدنية وعلم المحيطات. ما شاء الله. نعم. ابن الجزائر وهو يحقق هذه الإنجازات في العلم، ويعترف بها الغرب قبل العرب، ويعترف بها هؤلاء ويشيدون بما توصل إليه، 10,000 اقتباس. هذه أستاذ صادق أمين، هذه ما يذكرها غير الفم لما يقال في الجزائر. نعم صحيح. نعم، أولا الدكتور مليكشي ما شاء الله عليه، باش يعرفوا الجزائريين والجزائريات بأنه خريج المدرسة الجزائرية وخريج الجامعة الجزائرية، وواصل دراسته العليا في أمريكا، وأصبحت له مركبة تمشي على سطح المريخ باسمه. إذن هذا الرجل الباحث العملاق العالم تمكن من أن يصنع لنفسه وللجزائر اسما في عالم البحث وعالم العلوم. نحاول نعرف كلمة اقتباس بالنسبة للذين لم يمروا على هذه الكلمة، وما معنى كلمة اقتباس. الاقتباس هو يقوم به العلماء والباحثين عندما يريدون أن يستدلوا بشيء ما ليدعم أطروحاتهم وليدعم أفكارهم وليدعم نظرياتهم. يستشهدون بعالم جليل وباحث تماما، مثل يعني ما باللغة يتكلم الإنجليزية citation. نعم citation. نعم، تماما مثل ما عالم في الدين مثلا يريد أن يفتي في أمر ما، فيستند إلى حديث أو إلى آية أو إلى يعني عمل قام به الخلفاء إلى غير ذلك. فهؤلاء الباحثين والعلماء والطلبة الذين يريدون يعني يعملون في أطروحاتهم العلمية يستشهدون أو يقتبسون من كلام ونظريات و يعني باش نكونوا واضحين حتى نقربوا الفكرة، هنالك حوالي 10,017 بحث علمي في كل دول العالم. في هذا البحث العلمي مكتوب فيه هذا نقلا عن البروفيسور الجزائري نور الدين مليكشي. هذه المعلومة والأمانة العلمية تقتضي أن نقول أن هذا الاكتشاف وهذه الأطروحة وهذه النظرية وهذا وهذا من إنتاج نور الدين مليكشي. الأهم من ذلك يا أستاذ ليس فقط النقل، ولكن الأهم من ذلك أنه يصدقونه، أنهم أنا أقول هذه النظرية لأن فلان، لأن مليكشي قالها، يعني أصبح مرجعية يرجعون إليه من أجل تبرير أطروحاتهم ومن أجل تبرير أفكارهم. إذن الكثير من الجزائريين العلماء في عبر جامعات العالم أصبحوا مرجعاً في الأبحاث وفي الدراسات الاستراتيجية الكبرى، وكذلك بالنسبة للجامعات المرموقة. إذن هذا إنتاج المدرسة الجزائرية. إذن الجزائر وما شاء الله عليها أنجبت وما زالت تنجب. يعني بكل بساطة الجزائر اللي قدرت تتغلب على الاستعمار وعلى الحلف الأطلسي ببنادق صيب، أكيد أنها يمكن أن تتغلب على الصعاب، وكذلك تتفوق في العلوم وفي مختلف الأبحاث. وهذا العالم ما هو إلا عينة من عينات كثيرة تزخر بها
الجزائر وهذا ما نحتاجه وتسخر به. أستاذ صادق أمين، نحتاجه اليوم، نحتاجه اليوم في رسم معالم الطريقة الجديدة حتى نقدم قفزة في هذا الوطن، يستحق فعلا أكيد. ما المطلوب؟ ما المطلوب حتى نستفيد أكثر من هذه الكفاءات الجزائرية؟ طبعا هو أن يكون اسمه جزائري ويعني بروح جزائرية وباسم جزائري وبانتساب جزائري، هذا جميل، لكن ماذا يمكن أن ندعم هؤلاء والاستفادة من هؤلاء وأيضا إعطاء الفرص أكثر لأمثال هؤلاء؟ أكيد هي الفرص يعني كما يقال لا تعطى ولكنها تؤخذ وتستغل. اليوم العالم يعيش تناقضات كبيرة ويعيش صراعات كبيرة جدا في مختلف مناطقه، سواء في الشرق الأدنى في مسألة تايوان مع الصين والولايات المتحدة، أو في شرق أوروبا في أوكرانيا، أو في مناطق أخرى بصراعات النفوذ التي احتدمت مؤخرا في إفريقيا وخاصة منطقة الساحل. إذن لو الجزائر شعبا وحكومة يستغلون هذه التناقضات ويستطيعون أن يرسموا خارطة نهضة وطنية كبرى مثل ما جاء في برنامج السيد رئيس الجمهورية، اللي يعتبر لأول مرة ربما منذ عهد هواري بومدين، لأن في زمن عهد هواري بومدين كانت هناك مخططات للتنمية، كانت الثورة الصناعية والثورة الثقافية وغيرها والثورة الزراعية وغيرها، المهم جاءت بمخططات وحتى رسم لها المخطط الخماسي الأول والثاني والثالث وغيرهم، ولكن توقفت بعد ذلك، توقفت بعد ذلك، والكل يعرف الظروف التي توقفت فيها هذه المشاريع. اليوم الجزائريين هل نتوقف عند هذه المحطة ونبقى نبكي على الأطلال ونبقى نندب حظنا، أم نستجيب إلى هذا البرنامج الطموح الذي أطلقته الدولة الجزائرية برعاية السيد رئيس الجمهورية من أجل الوثبة الكبرى، وبناء على هذا أستاذ صادق أمين الكبرى. أستاذ صادق أمين، بناء على هذا وبناء أيضا على ما تتيحه هذه اللحظة التاريخية، العالم اليوم في أوروبا راه تعيش حروب، الشرق والغرب راه في حالة ترقب وترصد، كيف يمكن أن نستفيد من هذه الظروف حتى نبرز أنفسنا، حتى نسوق أنفسنا، حتى نقول للعالم نحن هنا حاضرون، عندنا إمكانيات جغرافية ما شاء الله، طاقات، عندنا طاقات بشرية أمثال مليكشي أكيد فهم كثر في المدارس الجزائرية وفي الجامعات الجزائرية ويستحقون وينتظرون الدعم، وأيضا عندنا هذا الظرف الخاص أكيد ربما لأول مرة، الحروب راهي بعيدة علينا جغرافيا، كيف يمكن نعم أن نستفيد من هذا؟ نعم شوف أستاذ، والله أنا شوية يعني أتحفظ على كلمة ينتظرون الدعم. السيد مليكشي لم ينتظر دعما من أحد حتى وصل إلى ما وصل إليه. الذين حرروا البلاد لم ينتظروا أو لم يطلبوا الدعم من أحد حتى قاموا بواجبهم الوطني. نفس الشيء اليوم، الجزائريون والجزائريات وخاصة الشباب لا يمكن أن نطلب الدعم من أحد، أنت هو الدعم، الدعم أطلبه فقط من نفسك، أنت الذي تبادر وأنت الذي تقترح وأنت الذي تنشئ وأنت الذي تنتج وتحقق طموحاتك. إذن العقلية أنت أعطيونا، وعقلية أنت فتحونا المجال، والعقلية تعديرونا، هذه يجب أن تنتهي وتختفي من القاموس. يجب أن نقول ها نحن هنا، العالم فيه فرص، علي أن نستغل هذه الفرص. أعطيك مثال، اليوم أوروبا مثلا تعاني أزمة ندرة كبيرة جدا في المواد الزراعية وخاصة الخضروات. تخيل بأن مثلا في وزير بريطاني يقول للبريطانيين عليكم أن تأكلوا اللفت بدل الطماطم لأن الطماطم غير موجودة في الأسواق. تخيلوا أن رفوف المتاجر الكبرى في بريطانيا خالية من العديد من المنتجات الزراعية مثل الطماطم واللفت، وماشي اللفت، اللفت متوفر لأن اللفت منتوج بريطاني، الطماطم والفلفل والخيار وغيرها والسلاطة وغيرها من المنتوج غائبة. إذن يجب علينا، يجب على الشباب المزارعين
أن يبادروا. هناك فرص كبيرة للاستثمار في الجزائر. قانون الاستثمار الجديد في الجزائر يتيح لكم الفرصة بأن تنشئوا مؤسسات صغيرة، بأن تبادروا إلى زراعة مثلا مثل هذه المنتوجات المطلوبة في أوروبا، وعليكم بتصديرها. عندما تكون لديكم هذه الفكرة، وهي فكرة خدمة الوطن وخدمة الذات في نفس الوقت، يعني العلاقة بين المواطن والوطن تكون علاقة رابح-رابح، أي أن الوطن يربح والمواطن أيضا يربح، وليس العلاقة القديمة التي كانت علاقة الوطن يخسر والمستثمر أو المواطن يربح. يجب أن ننتهي من هذه الجدلية ونواصل العمل الذي قام به رجال أول نوفمبر، لأن الذين قاموا بثورة نوفمبر لم تتوقف مهمتهم عند استرجاع السيادة الوطنية، ولكنهم فقط أدوا مرحلة من مراحل تاريخ الجزائر، وأتتها مراحل أخرى قام بها أيضا جيل الاستقلال، وفي مرحلة الستينيات والسبعينيات وكذلك مرحلة التسعينيات. مرحلة التسعينيات كان هناك جيل آخر من الجزائر حافظ على بقاء الجزائر واقفة. اليوم الجيل الحالي عليه أيضا أن يحافظ على استقلالية القرار السياسي الجزائري من خلال العمل والانخراط في مشروع النهضة الوطنية. بخصوص الذي أستاذ صادق أمين، بخصوص الاستفادة من هذه اللحظة، وش نقدروا أن نفتح فيها كهامش؟ هذه اللحظة أولا يمكن أن نستفيد منها يعني في جميع المجالات، في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، وكذلك في المجال الثقافي. هذه فرصتنا لكي نتخلص من اللغة التي خلفتنا، واللغة التي كانت سببا في إقصاء العديد من الكفاءات الجزائرية، وهي لغة المستعمر، والانفتاح على لغة العلم والتكنولوجيا، واللغة التي يستطيع الجزائري أن يخاطب بها العالم، ألا وهي اللغة الإنجليزية. هذا في المجال الثقافي. في المجال الاقتصادي، الجزائر خطت خطوات كبيرة ووازنت علاقاتها مع الدول، وتهافت القيادات الأوروبية والحكومات الأوروبية على الجزائر إلا دليل على الرؤية الاستراتيجية للدولة الجزائرية في هذه المرحلة. كذلك من ناحية السياسية، الجزائر أيضا استثمرت استثمارا إيجابيا في التناقضات الموجودة في العلاقات الدولية، وأبقت على مكانتها التاريخية، وهي عدم الانحياز وعدم الانخراط في الصراعات الدولية. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ صادق أمين الإعلامي، كنت معنا عبر سكايب من لندن. شكرا على هذه الإفادات معنا. كما أشكركم مشاهدينا الكرام المتابعة في حلقة اليوم من البلاد اليوم. ألقاكم بخير، السلام عليكم.